طقس العرب في الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود طقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان، مع طقس بارد نسبيا حوالي 14 درجة مئوية. متوقع أن تسجل العاصمة عمان خلال ساعات الليل المتأخر وخلال ساعات الفجر. الملموسة 13، نسبة الرطوبة عالية حوالي 91%، والرياح تكون خفيفة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ شمالا، إربد 26 إلى 16 مع تفرق لبعض الغيوم، المفرق 27 إلى 15، جرش 24 إلى 16، أما عجلون 23 إلى 16. المنطقة الوسطى، البلقاء 26 إلى 18، الزرقاء 27 إلى 17، عمان 25 إلى 16، مأدبة 26 إلى 16، البحر الميت 33 إلى 22. المنطقة الجنوبية، الكرك 23 إلى 15، طفيلة 24 إلى 16، الشبك 23 إلى 16، معان 27 إلى 16، والعقبة 34 إلى 24. المنطقة الشرقية، أرويش الطقس صافي 31 إلى 17، صفاوي 29 إلى 17، والأزرق 30 إلى 19. إلى اللقاء.